السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو برو في إطار يعني كورس الخاص بالريسكين. يعني سبق أن قدمت العديد من الكورسات، من بينها يعني التعديل على التطبيقات من خلال الهندسة العكسية. يمكن مشاهدة الكورس من خلال الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو، لكن اليوم سيكون حول الهندسة العكسية، وسيكون هذه الحلقة هي الحلقة الثانية بخصوص بخصوص الريسكين بالطبع. فالحلقة الأولى يعني قدمنا فيها مقدمة صغيرة حول الريسكين، يمكن مشاهدتها من خلال الرابط الذي ستجده في الوصف. فبالنسبة لحلقة اليوم سوف نقوم بتقديم لكم ثلاثة مواقع، من بينها يعني ثلاثة مواقع زائد الموقع الخاص بأي موقع برو أراب. فبالنسبة لثلاثة المواقع أنها تقدم لك تطبيقات أو كود سورس لتطبيقات يمكن أن تقوم بالتعديل عليها من خلال الريسكين، سواء يعني باستخدام الإكليبس أو باستخدام يعني أندرويد ستوديو، يعني على حسب البرنامج الذي تقوم بالعمل به. يعني نحن في ذواتنا هذه سنشتغل على الأندرويد ستوديو، وكذلك سنشتغل على الإكليبس، لأن بعض التطبيقات قد تجد فيها يعني فقط تقوم بالتعديل على الإكليبس، وهناك بعض التطبيقات التي بها فقط التعديل على الأندرويد ستوديو. يعني نحن سنقوم بالعمل على الاثنين. لهذا فاليوم قد جمعت لكم ثلاثة من بين أفضل المواقع التي تقوم بإعطائك كود سورس لتطبيقات يمكن أن تقوم بالعمل بها من خلال مجال الريسكين. لا أطلع لكم في هذا الفيديو، أترككم مع هذا الشرح، لكن قبل أن ندخل في هذا الشرح لا تبخل علينا بالضغط على لايك وكذلك الاشتراك في القناة في حال كانت هذه أول زيارة بالقناة. مشاهدة ممتعة. مرحبا بك مرة أخرى، وقبل أن أدخل في الشرح أدعوك للإشتراك من خلال الضغط على أبوني أو سبسكرايب أو إشتراك على حسب اللغة التي تعتمد على قناتك على اليوتيوب. كذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتكون أول من يتوصل بجديد القناة. فكما تشاهد معي الآن يعني ستجد رابط أسفل الفيديو سيحولك مباشرة إلى الموقع، هذا الموقع الذي سنقوم بشرحه وهو موقع في كود سورس. هذا الموقع الذي يقوم بإعطائك كود سورس يعني كورسوس مجاني تقوم بالعمل به على مجال الريسكين. فللعين فقط، للعين فقط، فهذا الموقع ليس خاص بي، أعجبني وقمت بنشره لكم. يعني هذا الموقع يعني رغم أنه بلوك سبوت، لكن موقع رائع شخصيا، أعجبني أنه يقوم بإعطائك كورسوس للعديد. يعني هناك يعني شخص يقوم بشراء كورسوس يعمل عليه ويقوم بنشره في هذا البلوج. يعني من المواقع كذلك رائعة التي يمكن أن تقوم بأخذ منها الكورسوس وتقوم بالعمل عليها بالنسبة للمبتدئين بالطبع. فكما تشاهد معي الآن الموقع الثاني، وهو موقع يعني سورس كودستر. فهذا الموقع رائع كذلك، الذي يقوم بإعطائك بعض الكورسوس التي تقوم بالعمل عليها يمكن مشاهدتها وستجد رابط أسفل الفيديو. فالتحميل سهل جدا، كل ما عليك هو أن تقوم باختيار الكود سورس الذي تريد أن تقوم بتحميله وتضغط هنا على داونلود كود وسيتم البدء بالتحميل مباشرة. فبالنسبة كذلك للموقع الثالث، وهو موقع كودليس. هذا الموقع الذي سبق وشرحته، والذي يقوم بنشر لكم يعني كود سورسات، يعني كود سورس لتطبيقات في كما تشاهد معي الآن. هذا كود سورس تم نشره في يوم 13 ويوم يتم نشره البارحة، وهذا تم نشره اليوم. أي كل يوم يعني يقوم بنشر لك يعني كود سورس جديد. كذلك يعني بالنسبة لموقع في كود سورس، يعني يقوم بإعطائك كذلك بعض الكود سورسات الجديدة والتي يقوم بنشرها لكم، يعني حتى أنه يعني في حال يعني كنت تريد أن تقوم بتحميل يعني تطبيق يعني هوبن باد، يعني يمكن تقوم بتحميله من خلال هذا الدخول فقط إلى هنا، فهو الأكثر تحميل في الموقع. يمكن كذلك أن تقوم بالعمل به من خلال يعني تغيير ما تريد تغييره، وسيتم يعني حتى فوني جوك يعني موجود هنا، العديد من التطبيقات التي يمكن أن تقوم بالعمل عليها في مجال الريسكين. وكذلك سنقوم باستخدام هذه المواقع في العمل في الدورة الخاصة بنا. فهذه هي الحلقة الأولى خاصة بالريسكين، الربح من الريسكين. فالحلقة الأولى كانت هي هذه يمكن مراجعتها، ويمكن ستجد رابط أسفل الفيديو. فبالنسبة لهذه الحلقة يعني فقط قدمت لكم فيها المواقع التي سنقوم بأخذ منها كود سورس، والتي يمكن كذلك أن تساعدك في أخذ كود سورس مجاني وتقوم بالعمل به. كان هذا في الحلقة، وكان هذا فيديو اليوم. في حال أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على لايك في هذا الفيديو ومشاركته في صفحتك. كذلك لا تنسى أن تقوم بالضغط على سبسكرايب في حال كانت هذه أول زيارة بالقناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.